كانت الجوارب الحديثة هذه التي ما لديه جوارب حديثة؟ ما في غيره؟ تعال نشوف نرى الآن. ايه اصعد هنا. الآن هذه الجوارب مثل ما ذكر الأخ يرى الآن كعبين، هذه هل هي ساترة لغالب العضو؟ يصح المسح عليها، مفهوم؟ جزاك الله خير. نعم الشيخ. نعم التسمية محلها القانون. لا النية ولا التسمية؟ التسمية. نعم فدخل الحمام. أيوة يسمي لكن لا يعني يرفع الصوت. اي نعم نعم الشيخ. عندي سؤال، هذا الاخ الان اللي توضا هنا وضوء صحيح او باطل؟ الذي يعرف يرفع اصبع، الاخ هذا الذي توضا الان هنا هل وضوء صحيح يصح ان يصلي به ام لا؟ نعم صحيح. في احد يخالف؟ نعم اعتبر انه غسل اليدين، صب الماء وغسل اليدين، نحن نريد انه غسل اليدين، وضوء صحيح ام لا؟ نعم اذا نوى الوضوء فوضوء صحيح، وان لم ينوي يأجر الله سبحانه وتعالى على التعليم. طيب أيضا لم يتحقق شرط الموالاة، لأنه كنا نتكلم ونفصل بفاصل طويل، فوضوء باطل. نعم طيب بالوضوء غسل يدي ورجلي أصل في تعميم الماء أم الدلك شيخ؟ الآن ما حكم الدلك؟ أن يدلك هل يكفي أنه يرش الماء أو يرش مع الدلك؟ تعال هنا. يقول العلماء رحمهم الله، يذكر الشيخ بن عثيمين أنه إذا كان الماء كثير فهذا يكفي دون دلك، مفهوم؟ إلا إذا كان على العضو تراب أو أوساخ لابد من الدلك، لأنه لابد من يتحقق من وصول الماء لأصل البشر. سؤال واحد، بالنسبة لغسل الوجه، غسل الوجه منبت الشعر المعتاد أسفل، هذه الفرجات اللي هنا صلع مثلا، عنده صلع هنا، هذا وجه؟ هذا رأس. نعم هذا منبت الشعر المعتاد، هذا الوجه اللي يحصل به المواجهة. يقول مسح على الجوربين الأخ الآن ثم خلع الجوربين، هل انتقض الوضوء؟ لا. هل انتقض المسح؟ نعم، ما يستطيع أن يلبس ويمسح لأنه أدخل الجوربين على طهارة مسح. طيب مفهوم؟ مثاله الآن بعض الناس عندنا هنا يعني ما شاء الله أصحاب شعور طويلة، وهذا الشعور الطويلة إشكال كبير. المهم توضأ ومسح على رأسه ثم ذهب هداه الله وحلق الشعر هذا الحمد لله، فهل وضوء صحيح أو لا؟ لأنه أزال الشعر وهو مسح على شعري، وضوءه صحيح الحمد لله. يبقى معنا صفة التيمم، صفة التيمم، التيمم أن ينوي أولا بقلبه ثم يسمي بسم الله ثم يضرب ضربة واحدة بباطن الكفين، أين؟ على الأرض، رمل، حصى، طين، تراب، صخور، يضرب ضربة واحدة على الأرض ليس على هذا، ضربة واحدة ثم يضرب إحدى كفين بالأخرى أو ينفخ فيهما ثم يمسح ظاهر الوجه بدون تخليل ثم ظاهر الكف اليمنى ثم ظاهر الكف اليسرى
ينوي يسمي ضربة واحدة ثم يضرب أو ينفخ فيهما وظاهر الوجه ظاهر اليمنى وظاهر اليسرى. كيف؟ ينوي يسمي أضرب نعم أي نعم نعم امشي طبق أنت لا تتكلم نعم الوجه أيوة اليمنى فتح الله عليك نعم يا أخي ينوي تسمية ضربة واحدة نعم ثم أيوة الوجه ظاهر اليمنى وظاهر اليسرى دون أن يخلي الأصابع هكذا خطأ هذا فقط الظاهر والظاهر والحمد لله ما عنده تراب هذا يعيش في المريخ تراب لا يوجد تراب طين رمل صخر حصى ما يوجد يوجد جدار لا هذا جدار ليس من الطين وليس ما يصح المسح عليه طيب اصبر الآن عندنا إشكال على يده هنا عند المرفق جرح فماذا عليه نقول لابد أن تغسل قال ما أستطيع نقول تنتقل إلى المرحلة الثانية المسح تغسل ومحل الجرح إذا ما تستطيع تمسح قال لا أستطيع نقطة واحدة من الماء تضر الجرح نقول توضأ وضوء كامل دون الجرح ثم بعد هذا يتيمم عن الجرح لا على الجرح يتيمم عن الجرح يعني يكمل ثم عندما ينتهي بسم الله ينوي يسمي ويضرب ويتيمم هذا التيمم يقابل ترك هذا العضو دون غسل على أحد أعضائه جبيرة هي في الحقيقة كثيرة لكن هذا من باب الفعل يسموا الكثيرة جبيرة والسلم من السلامة وهو في الغالب يسقط من على السلم ويسموا القافلة هي ذاهبة يسموها قافلة راجعة والأرض التي ليس فيها ماء ولا كلى يسموها قاحلة هذا ما يصلح فأل يسموها مفازة وهي في الحقيقة هلاك نعم هذا من باب الفعل ويسمو اللديق الذي تلدق حية وعقرب ايش يسموه الله يسلمك يسموه سليم من باب الفعل ويسمو الأعمى بصير وهو أعمى هذا فعل حسن نعم فعلى أحد أعضاء وضوئه جبيرة أو لفافة ماذا يصنع نقول لابد أن تنزع هذه الجبيرة وتغسل العضو قال ما أستطيع نقول امسح قال أستطيع يمسح عليها ويجزل قال ما أستطيع المسح مثاله أنت تعرف أنه بعض الناس لديه جرح وعليه شيء من لفافة اللفافة هذه يضرها الماء الطبيب قال لا يمكن فماذا يصنع يتوضأ وضوء كامل ثم يتيمم عن لا على هذه مفهوم نعم في لصقة نقول لابد أن تنزع اللصقة وتغسل قال ما أستطيع تمسح قال ما أستطيع توضأ وضوء كامل نفس الشيء تقل لا ما استطعت نعم كم سؤال نعم الدهان لا يتعلم بويا إيه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يضر إذا كان يعمل في طلاء الجدران وأزال هذا الطلاء وبقي شيء يسير نقاط وكذا يقول هذه لا تضر كذلك يعني المرأة عسى الله يهدي الجميع وضعت هذه المناكير ثم أزالت المناكير وبقي يعني شيء يسير هذا لا يضر أو بعد أن صلت قالت والله عندي نقطة من المناكير على أظفري ماذا علي نقول لا شيء عليك
خلاص؟ طيب. عندنا آداب قضاء الحاجة. هذا الدين لم يترك شيء يتعلق بالدنيا فما بالك ما يتعلق بالدين، إلا أبين النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الخراء، آداب قضاء الحاجة. وهذا فيه أن هذا الدين الإسلامي. يقول ابن القيم رحمه الله: لو لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بشيء يدل على صدق أنه صادق إلا أنه أتى بهذه الشريعة لكفى أن يكون فيها، أي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، الشاهد والمشهود له والخبر والبرهان، وأنه لم يطرق هذه الدنيا شريعة كشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الأصل أنك تفتخر بانتسابك إلى هذه الشريعة وترفع رأسك أنك مسلم. أي نعم، تنظر فيما يعني عليه بعض الناس اليوم حضارة وهو يبول في سروالي. أي نعم، حضارة وهو يبول أمام الملأ، ما يصلح هذا. آداب قضاء الحاجة، من يذكر لي آداب قضاء الحاجة؟ ما هي الآداب التي جاءت في الشريعة؟ أولا قبل الدخول، قبل الدخول إلى الخلاء يسمي ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بالتسكين، ويقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج ويقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، حديث ضعيف. كعكس المسجد والمنزل. عند الدخول إلى أو إرادة قضاء الحاجة في الفضاء، يعني في أماكن غير المبنية، متى يقول الدعاء والبسملة؟ قبل أن يرفع الثياب، ينزع الثياب، وإذا لبس الثياب يقول: غفرانك، مفهوم؟ لكن هنا في إذا كان في غير المراحيض وكذا المبنية هذه ليس عنده تقديم أو تأخير. نعم، يعني ما يضع خط ويقدم ويرجع، لا، ما يصلح هذا. نعم، آداب قضاء الحاجة، ما أحد يعرف؟ سبحان الله. نعم، يستتر وجوبا، يجب عليه أن يستتر من أعين الناس، مو يبول أمام الناس، كشف الحضارة اليوم كشف العورات. نعم، هذه حضارة. نعم، فماذا يصنع؟ المراحيض الحمد لله مبنية، يدخل داخلها لا إشكال. إذا كان في الفضاء يبحث عن شيء يستر من أعين الناس، شجرة، جبل، سيارة، وإذا لم يجد شيء ماذا يصنع؟ يبعد وجوبا. أي نعم، قالوا ما في إشكال، أردت أن تبول في الحضارة استقبل الجدار ولا إشكال. نعم، هل يصح أن يبول قائما أم لا؟ يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يصح بشرطين، يصح أن يبول قائما بشرطين. الشرط الأول أن يأمن من انكشاف العورة، أن لا تنكشف عورته، لكن هذا الذي تراه الآن هذا فيه انكشاف عورة. الثاني أن يأمن أنه لا يرتد عليه الرشاش، فإن تحقق الشرط الأول والثاني صح البول القائم، وإلا فلا يصح. غيره من أدب قضاء الحاجة. يقول أن الآن الشريعة جاءت لقطع الوسواس. نعم، الشريعة جاءت قطع الوسواس، لأن الشيطان يريد أن يفسد عليك العبادات بماذا؟ بالوساوس. الآن قال: ما بال اليهود والنصارى لا تأتيهم وساوس في عباداتهم، لماذا تأتي للمسلمين؟ الشيطان يأتي للمسلمين ولا يأتي لهؤلاء. قال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخرب،
أعمالهم كلها خراب، ماذا يصنع؟ هي خراب، ماذا يصنع فيها؟ أعمالك لأنها، أسأل الله القبول لي ولكم، لأنها صالحة ومقبولة، يريد يفسدها عليك بالوساوس، يوسوس عليك. فبعض الناس هدانا الله إياه، يعني يدخل إلى الخلاء، ثم عندما يعني أكرمكم الله يقول يتنحنح ويقفز في دورة المياه ويتحرك، والله أحمد الله الذي عافاك. البعض يظل في دورة المياه ربع ساعة أحيانا، بعضهم يقول لا أنا لست موسوس، والله تنزل قطرة من البول. شيخ الإسلام يقول هذه القطرة من غسل الذكر بالماء، قال لا أنا وضعت كذا وكذا وحللت هذه النقطة بول. نعم شيخ الإسلام يقول إن كانت هذه النقطة هذا لا يضر، صلاته صحيحة ولا إشكال. البعض يلف حول المسجد ربع ساعة ويرجع إلى دورة المياه ويتوضأ، صحيح هنا موجود هذا الحل معه. ذكر ابن عقيل رحمه الله، جاء رجل لابن عقيل وقال يا إمام إني أنغمس في اليم، يعني يدخل في البحر ينغمس ولا يظهر منه شيء، وعندما أخرج أرى أنه بقي مني شيء لم يصبه الماء، فماذا علي؟ فقال له ابن عقيل رحمه الله، قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك، مثلك لا يصلي. قال ولما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم. عاقل ابن عقيل خير هذا بين أن يترك الصلاة ويكون مجنون أو يترك الوساوس، يختار ترك الصلاة ترك الوسواس، يوسوس يوسوس حتى أنه يعني بعد منتصف الليل أوقظ الزوجة قال قومي، قالت ماذا هنا؟ قال والله أنا أشك، والشك عندي كثير أني طلقتك. قالت لا ما بقي إلا هذا. قال والله أنا أريد أرتاح من هذا الإشكال، أنا أريد أن أدفع الشك باليقين أنت طالق. يقول الفقهاء أن هذا لا يقع طلاقه، مجنون. تصلي بجانب بعض الناس تسمع، أولا قبل التكبير النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، يكبرها يعني ما معنى عقدت، لابد يكون التكبير مع النية. هذا من أين جاء به؟ يقرر الفاتحة مرتين أو ثلاث، ما يجوز أن تكرر الفاتحة. نعم أداب قضاء الحاجة. فإذا ماذا يصنع حتى يقطع الوسواس في حال قضاء الحاجة؟ يصنع أمور، أولا لا يكون في مكان كما قال الشيخ في مهب الريح حتى لا يرتد عليه الرشاش. إذا كان يبول في مكان يختار لبوله مكان رخو، هذا طبعا في خارج الدورات المياه، مكان رخو حتى لا يرتد عليه، إن لم يجد أرض كلها صلبة مثل ما قال الشيخ لا يوجد حجارة ولا تراب ولا كذا، فماذا يصنع؟ قال الفقهاء يدنو من الأرض، يقرب من الأرض حتى لا يرتد عليه الرشاش، مفهوم؟ اسمع أنا أعيد السؤال، سؤالك رجل مسجون مقيد بالسلاسل، دخل وقت الصلاة توضأ قال ما استطيع توضأ، تزيل النجاسة عن البدن والبقعة والثوب قال لا أستطيع مقيد بالسلاسل، استقبل القبلة لا أستطيع، قم قال لا أستطيع القيام، استقبل القبلة قال لا أستطيع، أستدعى السبعة قال لا أستطيع، ماذا يصنع؟ يصلي على حاله وصلاته صحيحة، مفهوم؟ توضأ ما يستطيع، تيمم لا أستطيع،
الحمد لله يصلي على حاله وصلاته صحيحة، لكن يصلي وهو مشرك ما يمكن بأي حال من الأحوال يا أخي. إذن لابد نتعلم التوحيد. طيب آداب قضاء الحاجة، يستدبر القبلة حتى في البراحيض المبنية في الفضاء أو في المناحيض المبنية، لا يستقبل ولا يستدبر القبلة، ينحرف عن القبلة، فتح الله عليه. نعم. استجمار باليسار، الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء استعمال الماء، والاستجمار استعمال الحجارة المناديل الأوراق. استنجاء واستجمار، استنجاء استعمال الماء. استعمال الماء أمر واضح لا أشكال فيه، أما الاستجمار هو استعمال الحجارة أو المناديل أو الأوراق مثلا. أولا لا يمس ذكره بيمينه حال قضاء الحاجة، هذا عند الضرورة، فما بالك لماذا؟ لأن هذه تكون للطهارة اليسرى. أما اليمنى فهي للأكل. ما حكم الأكل بالشمال؟ من يعرف؟ نعم، خطأ. يعرف ارفع اصبعه. مكروه خطأ ونصف. نعم، غيره لا يجوز خطأ. يعرف ارفع اصبعه. الاكل بالشمال كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه عندما كان يأكل بالشمال قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال ما استطعت فما رفعها إلى فيه، نسأل الله السلامة العافية. ما منع للكبر. فالآن بعض الناس هدانا الله إياه وما يعرف عربي. طيب، فالآن الأكل بالشمال كبيرة من كبائر الذنوب، يقطع. هل يصح أن يقطع لكن وضع اللقمة في الفم ما يكون إلا باليمين، حتى ولو لقمة، حتى ولو لقمة. البعض الآن يأخذ السندويشت باليمنى والبيبسي باليسرى، ما يصح. عند الطعام إذا كان يأكل شواء أو لحم أو دسم وأكل بيمينه بيد اليمنى، يقول أنا أمسك الكاسة الآن بماذا؟ باليسرى، حتى لا تتسخ الكاسة. قال الشيخ بن باز رحمه الله، قال اجعل الكاسة تتسخ ولا تجعل السنة تتسخ. كل يا أخي بيمينك، إيش الإشكال؟ كاسة تغسل إلا تريد تطعم الشيطان؟ نعم. طيب، إذن هذا هو التقدم يا أخي، صحيح. أما يبول في سرواله ويجعل اليسرى لكل شيء، للطعام والشراب والاستجمار وغيره. يستجمر بحجارة مناديل أوراق مثلا. المساحات ثلاث مساحات لابد، لا يصح أن يكون أقل من ثلاث مساحات، ثلاث مساحات فما فوق. فإن انقطع الخارج بثلاث مساحات اكتفى، وإن لم ينقطع إلا بأربع زاد الخامس استحبابا حتى يقطع على وتر. كيف يعرف الانقطاع والنقاء؟ يعرف الانقطاع والنقاء بأن يرجع المنديل جاف أو ليس فيه شيء، مفهوم؟ اي نعم، هذا بهذا يعرف النقاء. اذا كيف يعرف النقاء؟ انه انقطع هذا بان يرجع هذا جاء. لكن انقطع باثنين لا يصح، لابد ان ياتي بالثالث. هل يصح ان يستجمر بروث، بعظم، بمحترم، بمصحف، باوراق فيها اسم الله؟ لا، لا يصح. نعم، كبيره هذا. نعم. طيب، غير هذا،
هل يصح أن يبول في أماكن اجتماع الناس، في أماكن وقوف الناس، في المساجد؟ لا، في الطرقات لا يصح. اليوم الحضارة يصح أن تبول في الطريق وفي قارعة الطريق وأمام الناس بشرط أن يكون وجهك للجدار. والله هذه حضارة اليوم. وين وقع؟ ها؟ وين وقع واحد يعني باله في الطريق؟ يعني أمام الناس يعني. ما أسمع شيء. بعد الدرس. الله يهدي. شو صنع لنا؟ نحن لهذا نعلم الآن. أداب قضاء الحاجة. هل يذكر الله؟ لا. هل يتكلم؟ يستخدم الجوال، يضع البلوتوث أو السماعة ويدخل يتكلم؟ لا، إلا عند الحاجة. نعم، احتاج ماء، لم لا يوجد ماء واحتاج ماء وينادي فلان أن يأتي بالماء، يصح. طيب أغيره. لا يجيب قلنا عند الحاجة يصح ولا إشكال، أما غيره لا. لا تسلم ولا ترد السلام ولو حرامي. هذا مشكلة. طيب انتهى الوقت. متى الدرس؟ المحاضرة الثانية. ايه يعني الساعة، وبعدها هي الساعة كم؟ الأذان الساعة كم؟ 9:30، ولكن عندنا اختبار قبل المغرب بساعة. طيب إذا الآن تأخذ استراحة مدة ربع ساعة، ثم اختبار في القواعد الأربع، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. الاختبار هيكون الساعة 8:30، بعد ساعة ما مش